رجعنا لكم من جديد، وهلا صارت معنا بالاستوديو بحلقتنا لليوم منى النجار، وهي أخصائية حرف يدوية. لليوم تعملنا زينة كتير حلوة للكريسماس، أكيد بما أنه الأجواء خلص بلشت للكريسماس والزينة، فاليوم رح تعملنا أشياء جدا رائعة. كيفك منى؟ هاي منى، شو أخبارك؟ أهلا أهلا، كيف الشتوية معكم؟ والله منيحة حلوة بلشنا عن جد. نورتينا أول إشي بمطبخ رؤيا، وحكينا اليوم إيش رح تعملي. اليوم حبيت أعمل يعني إشي هيك لكريسماس يدوي، كله مختص يعني لكريسماس، إنه مزين فيه الشجرة من تحت أو الطاولة، يعني شمعة هي بس بطريقة جديدة. يعني حبيت إنه هاي الأكواب الكاسات نقدر نستخدمها مو بس للشرب، كمان للتزيين. أنا عاملة منها أكثر من شيء، عاملة رسم وعاملة شيء يدوي. فهلأ اللي ما بيعرف يرسم بيقدر إنه يستخدم الأشياء البسيطة اللي بتكون أصلاً معلقة بالشجرة من أول. فهلأ هذا كاسة، هاي كاسة أوكي. هلأ أنا قلبتها، فأنا عندي هاي الأشياء كلها بتتعلق على الشجرة، يعني هي أصلاً موجودة في الشجرة أو في المكاتب بنقدر نلاقيها. وعندي كمان اللي هو هذا الترتر علشان كمان أقدر إني أزين فيه، وهي أنا قطعتها من الشجرة. وشمعة شمعة على حسب الواحد إيش حابب، يعني مثلاً يكون لونه أبيض ولا أحمر. طيب هلأ أنا رح أبدأ، رح نحتاج السيليكون. طيب رح هلأ أول شيء ألزق اللي هو البابا نويل، أساسي هذا بتحسيه. لا هو على حسب، يعني هلا هم شوفي مو شرط البابا نويل، يعني على حسب ما هم ايش بحبوا. انا هلا حبيت اني الزق هلا البابا نويل، في اللي هو على شكل الرجل الثلجي، في على اكثر من شكل. أيوة. اللي هو الشجره. انا حسب الرغبه. يعني شوفي هلا انا هناك شكلت الاكواب اللي عندي بعده اشياء. انه حلو حلو يعملوهم مشكلين مش كلهم نفس الشكل. هي تعتبر شمعدان. ايوه هلا ببدا الزق الاشياء الحمر، الترتل اللي انا كمان نقيته. هلا بيقدروا كمان يلزقوه في قطن، بيقدروا يلزقوه في الوان ثانيه، بس هي عاده بتكون لانه سوري زينه الاعياد شوي سعرها مرتفع، فحلو الواحد يعمل هاي الاشياء عنده بالبيت. مزبوط. فاليوم منى عم تعلمنا هاي القصص بكل سهوله. مزبوط. هلا انا لاني طبعا عم بعمل بسرعه، ف اكيد بس هي بدها شويه خلق. مزبوط. بدها طولة بال. وحلو كمان انه يساعدونا فيهم، يعني الاطفال اكيد او اخواننا الصغار. من الهيل هيك بشغلهم بشي، انه هيك بشوفوا نفسهم انه عملوا شيء لكريسماس. حلو كثير. شايفه كيف؟ بضحك. هذا الفار رسم يدوي كثير كتكوت. طب ومثلا هاي الكاسه بتدهنيها إلها نفسها صح؟ اذا بدك تعمليها لون مدهون. لا هلا شوف، في امكانهم انهم يستخدموا اللي هو الدهان البخاخ او انه الالوان الاكليريك، لانه احنا اصلا ما رح نغسلها بس رح نمسحها للمنظر. ايش بتفضلي انت؟ انا عم بفضل الالوان، لانه بتعرف البويا ريحتها كثير قويه. اكيد. فاصلا لو بدهم كمان انهم يعملوا البويا لازم يطلعوا برا او على البلكونه، فهي الالوان اسهل. إذا حدا بحب أكيد يتواصل مع منى. لا أنا رح أزينها بس من قدام. حلو. بدنا نلفها شوي على الكاميرا هيك. أيوه. شوفي كيف صارت معنا. هي شو كتكوتة. بس طبعاً بنشرب هذا كله بنشيله. هي حاسسة سلمى رح تاخذها. أكيد. تحطها في المطبخ. هلا رح أكملها كمان. يلا. هلا فينا في اي شريطه حمراء او مو لازم، يعني هو على حسب الاختيار. اعملها مثل هيك شكله. لك خلق هاي القصص؟ انا لا صراحه لا. كنت تحبي حس الفن والمهني بال الرسم؟ لا هلون هاي الرسمه التقليديه الكوخ وشجره شجره والشمس والنهر والعصافير اللي هيك. هاي كنت هاي معلمة فيها. صارت مثل هيك. شايفين؟ حلوة. معلم. عن جد. هلا كمان بلزقها هون عند البابا نويل الجهة من الأمامية. حلوة. هاي على حسب الرغبة كمان. نعم. هلا بضل شيء واحد اللي هو الشمعة من فوق. أنا بلفها بهالشكل. هاي غصن الشجرة. بس صور لي اياها علشان ابينها. هاي غصن الشجره بلفها بهالشكل. طيب
فبتصير عندي هيك. اوكي مثل هذا، هذه القاعده يعني هيك. القاعده هي انا اخذتها من الشجره، يعني حتى لو ما لقيوها في المكاتب بيقدروا يقطعوها من الشجره الموجوده عندنا. بس انا شو بقول لك بالاخر ديما، سوف لن نشتري هذا العيد شجر، ستكونين انت الشجره. يا لطيف، مين هو هذا اللي بقول لك؟ هلا من هون دخلت هذا الشمعه مثل ما انتم شايفين، دخلت الشمعه وبحط الصمغ من فوق على الشمعه. ايوه علشان يلزق معنا. خوفنا اكثر ليه. وبثبتها بهالشكل. على فكره كثير عن جد كثير حلوه. وشوف قد ايه سريعه. هلا باقي شيء واحد. شوفي كيف حبيت. يا الله شوفي قد ايه بسيطه. خلينا اضيف هون واحدة كنا كثير حلوه. لازم هاي لنادر مشربش. عم بتخانقوا على الزين. هلا هذا الجرس كمان بنعلقها، شوفي هالشكل. ما احلى. في شيء كمان باقي. ايوه في شيء باقي واحد بس. شو حلوة. نايس، دخلنا باجواء الكريسماس. شايفين القطار كيف؟ هلا هاي الخشبة هاي بدنا نحطها زي قاعدة. هاي الخشبة رح نحطها مثل القاعدة، بس أنا هلا شو رح أعمل؟ رح أعمله إنه زي الكاسة مضيئة، فرح أول شيء أدخل هذا جوا. عرفتي؟ بهالشكل تضوي. تفاجئي أكثر. الله كمان. يلا جاهزين؟ تفاجئ ما كانش واضح عندك. يلا ديما. يلا. يلا. واحد اثنين ثلاثة. عن جد حلوة. حلوة. عن جد حلوة. إنك مبدعة صراحة. حبيبتي. كثير كثير الفكرة بسيطة بس حلوة. يعني أنا بتخيل قولي لأنه عندي صغار يعني بصير الواحد يعني مبهرة صراحة. صح. عن جد. هذه نولع الشمعة. بدك تولع الشمعة. يلا شو عم تسوي شخصية؟ بده هي أطفالك. مين اللي يولع لنا الشمعة يا شباب؟ خلينا نولع الشمعة. تطلع احلى. ولعها. هاي اسماء ولا سلمى؟ بدنا حدا معه عظيم. تعال يا ابو عمر، تعال عادي ادخل على الهواء ابو عمر. والله نور الاستوديو يا ابو عمر صراحه. عن جد حلوه يعني حبيب. لما بديتي ما كنتش متخيله انها رح تطلع هيك. فكره كثير بسيطه وحلوه وموجوده في المكاتب او من نفس يعني انت بتشجعي الستات أكيد. يعملوا هاي الاشياء أكيد. في البيت اكيد. يا لطيف. يلا ليلة طفت الشمعة. استنى شوي يا عمر. لا هيها كثير. لا هيها شعلت. خليهم ياخذوا لها لقطة من بعيد أحلى. هلا هلا بس هو هيك بحب يتفنن. اوكي فنان. عن جد يعطيك العافية منى. منى كثير كثير فكرة حلوة بسيطة بقدر أي حدا يعملها، ولكن بنفس الوقت بتعطي شكل كثير حلو مع زينة الكريسماس.